ونتحول الآن لمتابعة لأهم وأبرز الأخبار الاقتصادية يقدمها لنا الزميل مصطفى مزار. إليك مصطفى. شكرا فاطمة خليل وشكرا محمد عبدالله. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة. أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية إطلاق المرحلة الرابعة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي والتي تضم طرح فرص استثمارية جديدة على قطع أراضي مرفقة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية. ذكرت الهيئة أنه تم أيضا إعداد قائمة استرشادية لعدد 86 مشروعا صناعيا تم دراسته ودراستها بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة بهدف تعميق التصنيع المحلي. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة للتوجه نحو التحول الرقمي والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية لمجتمع الأعمال للتيسير على المستثمرين. في سوق المال أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع على تباين في المؤشرات وسط مشتريات للمستثمرين المصريين والعرب قابلتها مبيعات للأجانب وسجل فيها رأس المال السوقي مستوى 938.7 مليار جنيه وسط تداولات كلية بلغت 3.9 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات ففتح فيها مؤشر EGX 30 عند مستوى 14,838 نقطة وأغلق عند مستوى 14,587 نقطة متراجعا بما نسبته 1.69%. بينما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 عند مستوى 2728 نقطة وأغلق عند مستوى 2745 نقطة مرتفعا بما نسبته 1.61%. كما فتح مؤشر EGX 100 عند مستوى 4019 نقطة وأغلق عند مستوى 4023 نقطة مرتفعا بما نسبته 8%. من أسواق المال إلى أسواق العملات حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل فيها الدولار الأمريكي ما قيمته 24 جنيه و58 قرشا للشراء و24 جنيه و66 قرشا للبيع. أما اليورو فسجل 25 جنيه و89 قرشا للشراء و25 جنيه و98 قرشا للبيع. بالنسبة إلى الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري فقد وصلت قيمته إلى 30 جنيه و13 قرش إلى الشراء و30 جنيه و23 قرشا للبيع. أما بالنسبة للعملات العربية مقابل الجنيه المصري فقد سجل فيها الدرهم الإماراتي ما قيمته 6 جنيهات و69 قرشا للشراء و6 جنيهات و71 قرشا للبيع. وأخيرا الريال السعودي والذي وصلت قيمته إلى 6 جنيهات و53 قرشا للشراء و6 جنيهات و56 قرشا للبيع. تراجعت معظم الأسهم الخليجية الرئيسية بفعل انخفاض أسعار النفط وسط مشكلات متعلقة بالعرض والغموض إزاء سقف أسعار النفط الروسي. في السعودية تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم تأسي بنسبة 1.1%. في بورصة البحرين انخفض المؤشر العام بما نسبته 0.4%. وتراجع المؤشر العام لبورصة قطر بختام التعاملات بنسبة 0.35%. بينما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت إذ صعد المؤشر مؤشر السوق العام بنسبة 0.8%. كشفت تقديرات لهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن أن الاقتصاد السعودي نما بنسبة 0.8% في الربع الثالث من العام الجاري 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وهو ما يرجع في الأساس إلى زيادة كبيرة في الأنشطة المرتبطة بالنفط. أظهرت البيانات أن الأنشطة النفطية نمت هي الأخرى بنسبة 14.2% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، لكن نمو الناتج المحلي الإجمالي تدعم بنمو بلغت قيمته ونسبته 6% في الأنشطة غير النفطية.
وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة، نعود لاستكمال المتابعة والعناوين والختام مع محمد عبد الله وفاطمة خليل. شكرا مصطفى مزار على هذه الوقفة الاقتصادية المميزة.